كنترول اوف انسولين سكريشن، تحكم في افراز الانسولين، نوت باي ذا هايبوثالاموس بيتيوتري اكسس، مع عن طريق المهاد والخطه النخاميه. ذيس استيميوليتد باي، تاثير بتاعها بيكون عن طريق الجلوكوز امينو اسيد، الاحماض الامينيه زي الليوسين والارجينين والكيتو اسيدز. هرمونات الجهاز الهضمي جي اي تي، جاسترونتستينال تراكت، هرمونز زي الجلوكاجون والجاسترين والسكريتين والسي سي كي، وتش انكريز السايكليك ام بي، بتزود السايكليك ام بي، والاهم انها بتزود الجي اي بي والجلوكاجون لايك بولي بيبتايد، تزود الاشياء دي وبالتالي تاثر على افراز الانسولين. ايضا من المؤثرات على الانسولين، افراز الانسولين او الكنترول بتاع الانسولين، الاستيتيل كولين والبارا سمباثيتك استيميوليشن اور استيميوليشن اوف ار تي استيميوليشن بتاع الفيجاس، اكت اون ام 4 ريسبترز المستقبلات بتاعه الام 4 تو انكريز الانترستيشال فلويد كالسيوم للاكسوسايتوزيس لانها تخرج خارج الخلايا. دراكس، في بعض الادويه كمان بتزيد من تتحكم في افراز الانسولين زي السولفانايل يورياز والزايوفيلين بتاع الازمه والبيتا ادرينيرجيك اجونيست. ميكانيزم اوف انسولين ريليز باي جلوكوز، كيف يتم اطلاق الانسولين من الجلوكوز؟ الجلوكوز انتر البيتا سيلز، الجلوكوز بيدخل في خلايا بيتا، نسبه هو بيتم افرازه الانسولين بيفرز من البيتا سيلز في ايلس وفي لانجر هانس. الجلوكوز بيدخل في خلايا بيتا في البيتا سيلز فيا جلوكتوز 2 زين اتس فوسفوريليتد عن طريق بعد ذلك يحصل له فسفره بالجلوكوجينيز ويتحول الى بايروفيت. الجلوكوز يتحول لبايروفيت في داخل السيتوبلازم. البايروفيت دي بالتالي وان الجلوكوز زي هنا شايفين في الرسمه هنا الجلوكوز يحصل لها بتقبل الجلوكتوز 2 يدخل يلاقيه عن طريق الجلوكوكاينيز يتحول لبايروفيت في السيتوبلازم. الكلام ده بعد كده يدخل وين؟ يدخل في الميتوكوندريا. الاي تي بي ان السيتوبلازم انهبيت الاي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم شانلز، الاي تي بي في داخل السيتوبلازم يثبط الاي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم شانلز. ذيس ريديوس البوتاسيوم افلوكس، الدخول بتاع البوتاسيوم والدوبلرايز البيتا سيلز، يعمل دوبلرايز دوبلرايزيشن غير التيار في البيتا سيلز resulting in the opening of voltage-gated calcium channels في القنوات بتاعة الكالسيوم اللي هي اللي هي بوابات الجود للكالسيوم. كالسيوم انتر بيتا سيلز and facilitate exocytosis، الكالسيوم بيدخل الخلايا بيتا ويسهل الاكسوسيتوز في انسولين جرانيولز في خروج حبيبات الانسولين. on the other hand بطريقة اخرى بعض من البيروفيت في السيتريك اسيد سايكلز بيكون موجود في السيتريك اسيد سايكلز. طيب بعضه قلنا بيكون في السيتريك اسيد سايكل ويؤدي يأثر في بيدينا جلوتاميت وجلوتاميك، جلوتاميت ده بفاسيلتيت الاكسوسايتوز في انسولين جرانيولز. هنا زي ما شايفين البيروفيت دخل في الميتوكوندريا وزود لنا من الاي تي بي اللي هو بتاع الطاقة وأثر على القنوات بتاعت البوتاسيوم والبوتاسيوم والاي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم شانل، قنوات البوتاسيوم عمل ديبولرايزيشن لقنوات الكالسيوم وخلى لنا بيكا اكتف وده ساعد في الاكسوسايتوزيس بخروج الانسولين وادي الى اطلاق الانسولين. طيب انسولين سكريشن از انهبيتد باي، في اشياء تعمل انهبيشن او تظبيط لافراز الانسولين زي 2 دي اوكسي جلوكوز، الجلوكوز اللي هو ثنائي الاكسده والسوماتوستاتين والكاتيكولامينز والجلاتين والانسولين. وبعض الأدوية دراكس زي الألفا أدرينيرجيك أغونيس والبيتا أدرينيرجيك بلوكرز والديازوكسايد والزيزايتيوريتكس والفينيتوين واللوكسين، اللي بعض الأدوية دي منها زي الفينيتوين علاج التشنجات والديوريتكس اللي هي مدررات البول دي بتأثر في الإنسولين
تثبيط إفراز الأنسولين. طيب السوماتستاتين وبعض الأدوية والبوتاسيوم ديبليشن، نقص البوتاسيوم يؤدي لإنهيبيشن أوف أنسولين سيكريشن. جلانين اللي هي بوليبيبتايد ريليز باي سم أوتونوميك نيورونز أكتيفيت ذا أي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم شانلز تو إنهيبيت الأنسولين، تثبيط أنسولين. ريمبر ذات قالك تذكر إنه البيزل ريت في أنسولين سيكريشن is one unit per hour، واحد يونت في الساعة. However, this increase to 5 to 10 unit following a meal، بعد الأكل. عادة الأنسولين اللي بيكون مطلق في جسمنا في حالة الراحة وما بناكل ولا شيء بيكون واحد يونت في الساعة، ولكن بعد الأكل بيكون الإطلاق بتاع الأنسولين هو 5 إلى 10 وحدات في الساعة في بعد الأكل. Therefore, the average insulin secretion per day is about 40 units. لهذا بنجد إفراز الأنسولين في اليوم تقريبا 40 وحدة. 40 units 40 وحدة. إفكت في الأنسولين، ما هو تأثير الأنسولين؟ الأنسولين ده is a true anabolic، بناء وليس بناء. anabolic يعني بيبني. And gross promoting hormones يعني هرمون نمو. It act on cell membrane receptors، بيشتغل على مستقبلات في غشاء الخلية. The effect can be divided into rapid, intermediate or and delayed effect، يعني التأثير بتاعه ممكن يكون سريع، متوسط، بطيء أو متأخر. الرابد افكت عنده تأثيره السريع، وزن سكند اللي هو بيكون في ثواني. increase entry of the following inside insulin sensitive cells، الخلايا اللي بتكون بتأثر بالإنسولين زي المسلس، العضلات والفات والليبر والسيلس ديلا، تؤدي بسرعة تدخل في داخل الجلوكوز، بداخلها الجلوكوز والأمينو أسيد والبوتاسيوم. insulin release glucose entry by increasing number الإنسولين، بيزود دخول الجلوكوز increasing the number of glucose transporters for glucose transporter for in the muscle and fat cells. الانسولين بيزود من دخول الجلوكوز في داخل الخلايا، بانه بيزود الجلوكوز ترانسبورتر فور اللي هي المستقبلات بتاعت الجلوكوز دي في المصل، في عضلات والفات سيلز. in the liver cells في خلايا الكبد which are permeable to glucose اللي هي نفاذة للجلوكوز. insulin stimulate glucokinase في خلايا الكبد اللي هي بتسمح بخروج الجلوكوز. انسولين بيساعد باستيمولات الجلوكوكينيز، this decrease the free glucose intracellular، بيقلل الجلوكوز اللي داخل الخلايا. and therefore facilitate glucose entry inside the liver cells، وبكده يساعد في دخول الجلوكوز اللي داخل خلايا الكبد. the cells which do not need insulin to facilitate uptake of glucose are cells of the، في خلايا ما تحتاج الانسولين علشان انه السكر يدخل فيها او الجلوكوز يدخل فيها، اللي هي دي الخلايا حاجات مهمه زي البرين، المخ، الكدني، الكلى، الانتستين، الامعاء، الريد بلس سيلز، دي ما تحتاج لوجود الانسولين، السكر بيدخل فيها بيدخل فيها. انسولين انكريز بوتاسيوم انتري باي انون ميكانيزم، طبعا عارفين احنا هسه مرضى السكر لو ادوهم انسولين البوتاسيوم عندهم بينزل، لهذا دائما بيكون بيراعوا انه لما يعطوا انسولين بالذات بالوريد بيعطوا معاهم بوتاسيوم في المغذي او في المحاليل. انسولين انكريز البوتاسيوم انتري باي انون ميكانيزم، وبيساعد انه يدخل البوتاسيوم في داخل الخلايا بطريقه غير معروفه، ميبي باي انكريزينج ذا اكتيفيتي اوف صوديوم بوتاسيوم اتي بيز بام، يمكن بزود المضخه بتاعه الصوديوم بوتاسيوم اتي بيز بام. طيب انترميديت افكت، ده قلنا الإميديات إفكت إنه بدخل الجلوكوز في داخل الخلايا. إنترميديات يعني بيحصل سريع بس ياخد مينتس، دقائق. increase the synthesis and inhibit catabolism of glycogen، بيزود من تصنيع ويمنع تكسر الجلايكوجين والفات والبروتين، ما يخلى تتكسر. inhibit the gluconeogenesis، يمنع تكون السكر. gluconeogenesis يعني تصنيع السكر. activate lipoprotein lipase، ينشط lipoprotein lipase. inhibit the hormone sensitive lipase، ويثبط هرمون sensitive lipase. delayed effect حقها الأثر المتأخر within hours، يكون في خلال ساعات.
بيزود increase المسنجر RNA for the enzyme involved in anabolism. بيزود المسنجر RNA للإنزيمات اللي هي داخلة في الأنابوليزم أو في البناء, increase الجروث عشان يزود النمو. Remember that insulin with glucose infusion is used clinically for rapid reduction of high plasma potassium. يعني شوفي المرضى اللي يجون عندهم مثل بوتاسيوم عالي جدا زي عندهم مشاكل القدرة الكظرية دولة, ديل بيقدم علاج بالإنسولين. ليه؟ لأن الإنسولين بسرعة بنزل لهم البوتاسيوم. This is a life saving treatment in patient. ليه؟ ولك life saving ده بينقذ حياة المريض. In patient with hyperkalemia. Hyperkalemia يعني زيادة في البوتاسيوم عالي. Due to renal failure ممكن بسبب فشل الكلى يكون عندهم hyperkalemia. Waiting for dialysis يكونوا منتظرين غسيل الكلى. Waiting dialysis اللي هو غسيل الكلى. They are given insulin with glucose infusion. بدهم إنسولين معه سكر عشان ينزل البوتاسيوم, لأن الإنسولين بينزل السكر بدون دريب سكر. طيب هنضيف هنا وجزء ثاني نعمل فيه الإنسولين ريسبتورز.